أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. المرسل أحمد مهشل بتري يقول في سؤاله الأول ضمن عدد من الأسئلة: في قريتنا مسجد صغير يؤذن فيه شخص، وهذا الشخص يقوم بأعمال تطوعية منها صيام كل اثنين وخميس، ويقوم من الليل ما كتب الله له ويصلي الضحى، ولكن المشكلة يا فضيلة الشيخ أن هذا الرجل عندما يصوم الاثنين والخميس فإنه يصلي الفجر ثم ينام ولا يصحو من نومه إلا عند احمرار الشمس، فيصلي الظهر والعصر جمعا، فما نصيحتكم لهذا الرجل الذي يريد المزيد من الأجر ولكنه يضيع الأجر الكثير في الفرائض؟ جزاكم الله خيرا. هذا لم يضع أجرا فقط، إنما فعل محرما، وهو إخراج الصلوات عن وقتها. إخراج الصلوات عن وقتها محرم وفيه إثم عظيم، أن الله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة في أوقات معينة، فلا يجوز إخراجها عنها إلا لعذر شرعي، كمن يريد الجمع بين الصلاتين وهو يجوز له الجمع، أو من غلبه النوم وهو لم يقصد ذلك ولم يتعمده وإنما غلبه ولم يستيقظ، فهذا يصلي إذا زال عذر قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما هذا الرجل الذي يتعمد النوم ولا يقوم إلا عند غروب الشمس ويترك صلوات النهار ويصليها بعد خروج وقتها، فهذا متعمد لتأخير الصلاة عن وقتها، فهو آثم وفاعل لمحرم، ويرى بعض المحققين من العلماء أنها لا تصح الصلاة، فعليه التوبة إلى الله محافظة على الوقت. وكونه يصوم تطوعا ويترك الواجب، هذا من الخسارة العظيمة ومن عدم الفقه في دين الله عز وجل. نعم.